بص وتمشي كمان. التورته فين؟ اهي فين جايه اهي. يلا يا جماعه اتفضلوا. يلا يا اولاد عشان التورته. يلا حبيبي عشان نطفي الشمع. حبيب ماما. Happy birthday to you. 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 سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة. شوف حد غير اتفزل عليه الله يرضى عليك. ما تخافش انا اللي هحاسب. باشا اقعد يا عمر. اتفضل اتفضل. قد ايه مصر دي عظيمه يا فندم؟ شايف العظمه؟ على فكره مش عظيمه بنيلها بس، شعبها كمان عظيم. شعبها غلبان. مين اللي قال كده؟ ده شعبها عظيم. معدنه الأصيل بيظهر وقت الشدة. عمر المصريين ما خذلوا بلدهم. عارف يا عمر؟ بالرغم من إسرائيل سبقنا في التكنولوجيا والإمكانيات اللي بتجيبها من حلفائهم أول بأول، إنما إحنا راكبينهم ومعلمين عليهم. عارف بإيه؟ بده وبده. وهثبت لك، إسرائيل قدرت تحصل على معلومات تخص قتل عساكرنا في الجيش، نوعيته، كمياته، وقت السلم، وقت الحرب، وكمان وقت الحصار. خدوا المعلومات دي كلها وحطوها في الأجهزة بتاعتهم وعملوا لها دراسة وتحليل، وطلعوا بنتيجة إن قوة تحمل العسكري المصري وقت الحصار 3 أيام، وبنوا خططهم على كده. بس وقت الجد الجندي المصري ضرب المدة دي في 2، قدر يتحمل 6 أيام. وطبعاً ده بوظ لهم معلوماتهم وتحليلاتهم ودراساتهم. بالذمة ده شعب غلبان. سعادتك بتتكلم عن العساكر، أنا بتكلم عن الشعب. ما العساكر من الشعب؟ أيوة باشا، بس العساكر متدربين إن هم يستحملوا. أنا ما اتدربتش. هتتدرب وهتبقى زيهم. سعادتك ترضاها لحد من ولادك الكتير اللي انا معرفش عددهم كام. انا ما بخلفش يا عمر، بس لو ربنا كان اداني ابن ما كنتش هبخل بيه على مصر. ولما قلت لك ان عندي ولاد كتير
أنا ما كذبتش عليك، لأن كل اللي شغالين معايا يا إما إخواتي يا إما أولادي. ربنا يرزقك بالذرية الصالحة يا باشا، بس عدم المؤاخذة يعني أنت لسه ربنا ما أنعمش عليك يا خالد بيه بالضنا. أنا بقى عندي علي اللي كان عيد ميلاده النهارده، اللي ما قدرتش أقدم له هديته لما شفت الهدية اللي جايبها له جوزهم. أدي هديتي 10 مرات يا باشا. عارف يعني إيه يا باشا تتكسف تقدم هديتك لابنك؟ عارف يعني إيه يا باشا تبقى صغير قوي في عين ابنك؟ استغفر الله العظيم يا رب. لا اللي خلف راضي ولا اللي ما خلفش راضي يا باشا. أنا راضي يا عمر. وأنا بقى مش راضي أتزلق قدام ابني يا باشا. لازم أبقى كبير في عينيه. وأكبر من جوز أمه كمان. مش بس أجيب له عربية هدية في عيد ميلاده، لا. لازم أركبه أحسن عربية فيك يا مصر. كل اللي اتحرمت منه لازم أعوضه له. كلمة بابا لازم يقولها لنا. ما يقولهاش لجوز أمه. والمصحف الشريف أنا فارق معايا نفسي يا باشا. أنا كل اللي فارق معايا علي وأم أختي. وكامل يا عمر. كامل. كامل يا باشا تقدر تقول إنه لسه في العراق. ما رجعش.